ورجعنا لكم مرة تاني بعد الفاصل ومعدنا مع آخر فقرة، ولكن فقرة مهمة جدا. يمكن طول الوقت بنتكلم على الأدوية وبنتكلم على مشاكل الأسعار الخاصة بالدواء ونعرف إيه الأسباب، لكن النهاردة هنقف شوية مع زوايا جديدة ومختلفة. زاوية المكملات الغذائية، هل هي شيء أساسي؟ يعني وهي تعتبر من الأدوية الأساسية، إذا كنا هنصنفها على أساس أن هي أدوية ولا لا، وكيف يتم التعامل معها؟ يعني بالتالي هل هي بتتبع هيئة الدواء ولا أي جهة بتتبع ليها هذه المكملات الغذائية؟ ده سؤال. سؤال تاني كمان ليه علاقة بفكرة أن هي لها نظام خاص بالتسعير بيسمى التسعير الحر. طيب، هل هناك بعض الشركات أو بعض الجهات بتدخل الأدوية على أسنية مكملات غذائية علشان تسعرها بشكل حر، وبالتالي يعني تاخد المقابل المادي اللي هي عايزاه، علشان احنا عارفين ان في تسعير جبري او في سياسات معينة لتسعير الأدوية، فكيف يتم ايضا التعامل مع هذا الملف؟ سؤال ايضا مهم جدا هو فكرة بعض التحذيرات اللي شايفينها على السوشيال ميديا او على مواقع التواصل، ومنها يعني التعامل مع أقراص الدواء، فكرة ان احنا نقسم قرص الدواء، هل ده صح ولا لا في ظل التحذيرات اللي احنا شايفينها؟ الحقيقة أسئلة مهمة محتاجين ان احنا نجاوب عليها، فبالتالي بيشرفنا يكون معانا في هذه الفقرة الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية. مشرفنا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اولا خلينا نبدأ بملف المكملات الغذائية. ايه هي المكملات الغذائية؟ هل هي دواء ولا من اسمها كده نقدر نقول ان هي ليست دواء؟ المكمل الغذائي هو عبارة عن من اسمه زي ما قلنا ايه، حاجة تكملية، حاجة يعني انا باخد الوجبات الاساسية المتوازنة. الوجبات الاساسية المتوازنة اللي هي الفيتامينز والكربوهيدرات والفات والبروتينز وكده، ان انا يبقى الاكل بتاعي فيه المكونات دي على بعضها، فدي وجبه متوازنه. ده علميا هو ده الصح في ان احنا بناخده. في بعض الناس بيبقى بيحتاجوا ان هم مثلا يحصل عندهم نوع من انواع النقص، زي مثلا الناس اللي عندهم السكر مثلا، عندهم التهابات في البتاع، بيحتاجوا فيتامين بي كومبلكس بنسبه اعلى شويه، فبياخد فيتامين بي كومبلكس. في بعض الاطفال مثلا بيحتاجوا كالسيوم، بيحتاجوا فيتامين دي. صحيح. الحاجات دي بتبقى تكميلية وليست أساسية، بمعنى أن أنا لو أنا أكلت كويس وتعاملت صحيا ورياضيا كويس وكده، فأنا مش محتاج أخد مكمل غذائي. فيفضل أعتمد على المصادر الأساسية اللي هي الوجبة الغذائية المتكاملة. المتكاملة بالضبط كده. الجزئية الأهم في القصة، المكمل الغذائي في العالم كله في آليات للتعامل مع المكمل الغذائي. المكمل الغذائي ممكن عندك الدول الكبيرة المرجعية زي أمريكا وأوروبا، أوروبا حوالي 28 دولة، وفي أمريكا وفي أستراليا وفي كندا وفي اليابان، دول دول المرجعية على مستوى العالم. اللي احنا في مصر هنا بنعتمد على أبحاثهم وتجاربهم وخبراتهم وبننقلها عندنا هنا في مصر، فبنطبق السياسات بتاعتهم. هذه السياسات طالما هم احنا لا نتعامل مع اي منتج سواء مكمل او دواء جوه مصر الا لما يكون ليه مرجعيه علميه، يعني هو على اي اساس بقى وتجارب عملت ايه، عشان انا مش هدخل في مصر اي منتج، وبالتالي دايما لازم يكون في دور. اليات التعامل مع المكملات الغذائيه بره، هي هنا هيئه سلامه الغذاء في مصر بتطبقها بحذافيرها. علشان كده المكملات الغذائيه من 2018 وبدأت مع هيئة سلامة الغذاء منشأة بالقانون، وبالتالي هي الوحيدة المسؤولة عن المكملات الغذائية في مصر بحكم القانون، وفي نفس الوقت هي عملت طفرة في عالم المكملات الغذائية جوه مصر. يعني المكملات الغذائية خارج نطاق هيئة الدواء خالص، ملهاش دعوة بيها قانون. حتى قانون إنشاء هيئة الدواء 151 مفيش فيه مكملات غذائية، فيه أدوية عشوائية ولكن لا يوجد فيها مكملات غذائية. أدوية عشوائية أو عشبية. عشبية دي غير المكملات الغذائية اللي هي تصنيف تاني. لا، أدوية عشبية دي اللي لها تأثير علاجي. المكمل الغذائي زي دواء الكحة والكلام ده كله، في منه بيبقى أدوية عشبية. دواء الكحة مثلا، حاجة لحصوات الكلى، حاجات طبيعية خلاص، نبات زي الخلة مثلا، ده بيوسع الحالة فبينزل حاجات. يعني الهيربال ميديسن مختلف عن المكمل الغذائي، ملوش ادعاء طبي.
يعني ما اقدرش اقول ان هو بيخفف حاجه او كده، لا بيحسن في الاداء، بيحسن في الوضع، انما مش علاج. المكمل الغذائي ده الشرط الاساسي، لو اتحط فيه صفه علاجيه اصبح ليه هنا تابع هيئه الدواء، ملوش صفه علاجيه فهو تابع سلامه الغذاء. طب وبالتالي ازاي بيتم تسعير المكملات الغذائيه في مصر؟ بص خلينا نتكلم في ملف التسعير عموما. التسعير عالميا لا يوجد سعر جبري في اي حته في الدنيا غير في مصر في الدواء. الدواء ليه طبيعه خاصه جوه مصر. فبالنسبه للدواء معظم الناس النهارده او نسبه كبيره بتتحمل تكاليف العلاج من جيبها. وبالتالي هنا الدوله شغاله على ملف كويس قوي لصالح المواطن المصري اللي هو ايه؟ اللي هو التامين الصحي الشامل اللي فعلا هينقل مصر نقله ثانيه خالص، وهيخلي الناس يعني على المدى القريب والبعيد من الناحيه الصحيه هيبقى فيه دعم من الدوله كبير بمشروع التامين الصحي الشامل، هيبقى طفره غير مسبوقه. وبدات مصر فعلا التطبيق، والمحافظات اللي بدات فيها بدات الحمد لله ببوادر جيده. اذا نقدر نقول ان مع تفعيل منظومه التامين الصحي الشامل هتتلغي فكره التسعير الجبري للادويه؟ بصي ده برضو سؤال مهم. انا الى ان يتم تطبيق التسعير التامين الصحي الشامل، انا في الوقت الحالي التسعير بالنسبه للدواء هو جبري، يعني هيئه الدواء هي المنوطه والمكان الوحيد اللي يقول بيراجعني في السعر، يقول لي ده سعره، انا بقول عايز 10 جنيه هو بيقول لي لا 8 جنيه بس. هو انا بطلب 10 جنيه بناء على ايه؟ على تكلفتي. هو بيديني 8 جنيه على بناء ايه؟ بناء على معطيات. ايه هي المعطيات؟ انا المواد الخام، انا اشتريت ماده خام خلاص او جبت فاتوره بماده خام، بتلاقي في 10 شركات جايبين نفس المادة الخام من نفس المورد بالسعر، يا زي يا أقل مني يا أعلى مني. فهو بيعمل حسبته وحساباته، هو عارف كل حاجة وشايف، وعلى النت يقدر يخش على موقع الشركة يعرف هي بتبيع قد إيه كيلو المادة الخام. وبالتالي هنا بتبدأ هيئة الدواء بتحسب وحسابات دقيقة وتقول لي في الآخر أنت تكلفتك كذا وأنت ربحيتك 15% فوق كده، فأنت السعر العادل بتاعك كذا. ده بتاع السعر الجبري. قصة ان انا النهاردة اطلق الدواء واسيبه تسعير حر، احنا ما احناش معاه. في بعد انا في رؤيتي بالنسبة للتأمين الصحي الشامل، هو المستهدف انه يغطي الشعب المصري، يعني ده فعلا الاستراتيجية بتاعته. هنقول مثلا يغطي 95% زي ما في تركيا كده 95%. فانت هيبقى عندك 5% هي بتبقى نوت كفرد، يعني ده المتوقع يعني. انما اساسا في الحاله دي السعر مش لازم يبقى مطلق، لان انت لو خليتيه مطلق برضو ممكن يبقى في ناس ما تقدرش تجيبه، فيبقى ما في حاجه اسمها ايه سعر استرشادي. ده في حاله تطبيق التامين الصحي الشامل بتاع. انما في الوقت الحالي احنا مع ان الدواء يفضل بنفس الوضع بتاعه تسعير جبري، لانه في ناس امراض مزمنه، ضغط سكر كوليسترول وكده، الناس دي بتدفع من جيبها. وبالتالي انا النهارده لو 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 غليت الدواء او سبته مطلق هيبقى في مشكله. عشان كده في بعد اجتماعي مهم جدا الدوله بتبقى حريصه عليه. اما المكمل الغذائي فهو غذاء تكميلي. انا بدل ما اجي عايز شويه فيتامين سي، بدل ما اخدهم اشتري فيتامين سي في برتقال 50 جنيه، اخد كيلو برتقال، كيلو برتقال بكام، واقعد طول النهار ازاز في برتقال وهاخد فيتامين سي اللي انا عاوزه، مش محتاج ان انا اشتري فيتامين سي، اقدر استغنى عنه. فهنا سيبي المكمل الغذائي زيه زي الاكل. هو انت هنا في مصر بسعر الاكل، ما هو ده اكل حضرتك بتسبيه الاليه عرض وطلب، اللي عاوزه ياخده. ده بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه توازن. المكمل الغذائي لما يبقى ليه سعره لآليات سوق ودواء تسعير جبري، انا مصنع دواء، مصنع الدواء ده هيصنع دواء بتسعير جبري، تمام. هل تكلفه وزياده الدولار مش هتزود على اعباء الصناعه؟ هتزود. هو النهارده في 1 يناير الموظفين اللي بيشتغلوا معانا في المصنع هل هم
هيجي يقولوا لك احنا مش عاوزين زياده عشان انت بعد اجتماعي، ولا عاوز لانه واحد عايش جوه مجتمع الحياه حقيقة، فانا لازم هزوده. هزوده منين؟ من سعر الدواء. طب انا معنى كده انك حامش الربح بتاعي بيتاكل، بس انا لو بعمل مكمل غذائي هزود بقى في المكمل، هبقى المكمل الغذائي مع الدواء هنا بكسب، وهنا يعني ما بكسبش مستمر بس بوفر الدواء اساسي، وهنا بكسب، فبحط الاثنين على بعض في الاخر انا ايه اقدر اكمل. يعني إيه بتقول لنا دلوقتي ان الشركات او المصانع اللي بتنتج ادويه وفي نفس الوقت تنتج مكملات غذائيه هي بتعوض خسارتها بتاعت الادويه في سعر المكمل، سعر المكمل. عشان كده احنا بنشجع الاتجاه ده، عشان كده سلامه الغذاء عملت اضافه كبيره في انها اسست نظام مكملات غذائيه، وطنت صناعه. فخامه الرئيس النهارده بينادي وبيطالب بتوطين الصناعه، وده شيء صح. توطين الصناعه النهارده خلى النهارده عندنا صناعه اسمها صناعه مكملات غذائيه جوه مصر. احنا المكملات الغذائيه ما قبل هيئه سلامه الغذاء كانت ليها ثلاث سكك. سكه مغشوش، وسكه مهرب، والسكه الثالثه سكه هيئه الدواء اللي كانت بتقعد ب 10 سنين في ملف عشان تسجله. خبره هيئه الدواء دواء، انما ما لهاش في المكملات، عشان كده ما نجحتش فيه. انما اللي نجح فيه هيئه سلامه الغذاء تخصصها، ونقلوا القصه من بره زي ما هي طبقوها في مصر، بقت الموضوع سلس وسهل، وشركات كتيره واستثمارات كتيره ومصانع، وفي استثمارات جايه لك تفتح المصانع عندك في مصر في المكملات الغذائيه. سوق 100 مليون، وكان السوق ده فاضي. السوق ده كان لا يمثل 1% من حجم سوق الدواء في مصر. النهارده السوق ده واحنا بكلم حضرتك زادت مبيعاته لحوالي 10%. السوق ده في خلال الخمس سنين الجايين هيوصل ل 35 ل 40% من حجم السوق المصري، وده الحجم الطبيعي اللي موجود في العالم. يعني الطبيعي في اي دوله المكملات الغذائيه بتبقى ليها نسبه من سوق الدواء 40% 50%. حضرتك النهارده هو انت مش بره، لما تروحي بره في اوروبا وفي امريكا وكده المكمل الغذائي موجود في السوبر ماركت، الناس بتخش تاخده وكده وبتاع. ما هوش احنا هنا في مصر يعني علشان طبيعته من اول ما بدا في هيئه الدواء كان موجود في الصيدليه، فمستمر في الصيدليه خلاص، واحنا قابلين هذا يبقى موجود في الصيدليه. يعني ممكن يتاخد بدون اشراف طبيب؟ ممكن يتاخد بدون اشراف طبيب. نعم، ولكن احنا لابد ان احنا نراعي ان احنا نسال الصيدلي. اذا ما كنتش هرجع للطبيب اسال الصيدلي. الجرعه السليمه يناسبني وما يناسبنيش، انا بحس باجهاد، انا بحس بكذا، هو الصيدلي يديله الحاجه الانسب له. انما انا ما اروحش من نفسي متطوع واروح اخد اي حاجه، او مثلا جاري ولا جارتي بتاخد مش عارف ايه كويس معاه، ما يناسبك ما يناسبنيش طبعا، لان احنا مختلفين كبشر. بس نرجع تاني لنقطة التسعير يا دكتور، وعرفنا شركات الأدوية اللي عندها المكملات وعندها أدوية بتعمل إيه علشان تحقق أرباح أو تقدر تكمل، لكن هل في بعض الشركات أو المصانع بتدخل الأدوية على أساس إن هي مكمل غذائي علشان تخلي سعره حر، فبالتالي ما تكونش بتخسر في الدواء ده؟ بص يا ستي، إحنا عشان نقطع الشك باليقين كويس؟ اللي بيننا إيه؟ علم. العلم بيقول ايه؟ لو بره العلم ده بنجيبه من بره، احنا الـ 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 في الوقت الحالي احنا بنجيب العلم بتاعنا يا من اوروبا يا من امريكا، دي مراجعنا خلاص. طيب لو بره قالوا ده مكمل هيخش مكمل، ده دواء هيمشي دواء. مفيش حاجه ما شركه تروح جايه مدخله دواء انه مكمل، لان بتوع هيئه سلامه الغذاء لن يسمحوا بانه دواء يتسجل مكمل عشان خاطر ده اولا دي حصيله خزانه الدوله وحق دوله. المكمل الغذائي بندفع فيه 14% قيمه مضافه، الدواء معفي. فده تلاعب، ولن نسمح بهذا، وهيئه سلامه الغذاء مش هتسمح بكده، ولا هيئه الدواء. الدواء دواء بيتسجل دواء. يعني انا النهارده علشان تعفيف في 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 هيئه الدواء، لو هو المنتج دوائي فانا بسجل دواء وبتعافي من ضريبه القيمه المضافه بتاعته. انما لو دخلت مكمل غذائي ما انا هدفع ال 14% قيمه مضافه. تسعير حر وكل حاجه، بس في الاخر انا طبيعه المنتج نفسه بره اقره، والمراجع بتقول انه مكمل غذائي يبقى مكمل غذائي. ما فيش حاجه اسمها شركات تتلاعب، لانه القصه علم واضح. فالموضوع محكوم بهذا الشكل.
طيب فكرة التصدير يا دكتور، وفي ظل احنا شايفين يعني في اتساع في موضوع المكملات الغذائية، شركات كتير بتدخل في الموضوع ومتوقع النسب تزيد، هل بدأنا نصدر مكملات غذائية؟ بص حضرتك، ما قبل هيئة سلامة الغذاء، هيئة سلامة الغذاء نقطة فاصلة، وأنا بأحيي القيادة السياسية والحكومة على إنشاء هيئة سلامة الغذاء، هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء. التخصص مطلوب طبعا، والتركيز مهم. منذ إنشاء هيئة سلامة الغذاء، ما قبل إنشائها، ما قبل من 2018، كانت المكملات الغذائية في مصر في أسوأ حالتها. أنت عشان تسجلي مكمل غذائي بتقعدي 10 سنين مع هيئة الدواء. مع هيئة الدواء، طب أنت 10 سنين هتصدري إمتى؟ طب ما هو عشان تصدري مكمل غذائي كان عندك محطوط تسعيرة جبرية، الشريط بخمسة جنيه، التكلفة بتزيد، هو برضو بخمسة جنيه، هتصدري إيه بخمسة جنيه؟ خلاص. وبعدين أنت مع هيئة الدواء، طالما هو تبع هيئة الدواء في التصدير، الدواء في تصديره مختلف عن إجراءاته عن المكملات. أول ما بقت 2018 الشركات الكبيرة جوه مصر بتاعت الدواء العملاقة، أكبر 10 شركات جوه مصر اتجهت لسلامة الغذاء وعملت مكملات غذائية بأشكال كويسة وبصناعة قوية، ومن ساعتها أنت تصديرك للمكمل الغذائي لا يتطلب إجراءات وصعوبة. المكملات الغذائية صدرت في خلال من كورونا من 2020 خلاص، في من مايو 2020 مع أزمة الفيتامين سي. انت لو حضرتك تفكر في مايو 2020 في كورونا، مصر عملت انجاز تاريخي في ان الدواء الاساسي لكورونا كان موجود. صحيح، دي في سابقه ما حصلتش. احنا الدنيا كانت، انما الحكومه كانت ضابطه الايقاع تماما، وكانت يعني درس ان مصر ازاي بتعدي ازمات بقوه. انتجنا الزنك والفيتامين سي كان عندنا مشكله في فيتامين سي. ده بقى بتاع اللي حله مين؟ هيئه سلامه الغذاء. راحت جايه في خلال اسبوعين، اللي عاوز وقفت كل حاجه، اللي عايز يسجل فيتامين سي وزنك يسجل. نزل عندك دلوقتي 50 60 شركه، فاصبح ما عندكش مشاكل. اللي مصر بتصدره، احنا بنصدر مثلا دواء السنه اللي فاتت مصر قافله مليار جنيه تصدير دواء ومستلزمات وتجميل، مليار. الدواء منهم 250 مليون خلاص، اقليه الباقي حاجات تانية. فانت 250 مليون مكملات الغذائيه في السنتين اللي فاتوا دول مصدرين في حدود برضو 250 300 مليون. يعني المكمل الغذائي تخطى نسبه الادويه في التصدير. لانه اسهل في اجراءات تصديره. اسهل بكثير. انت النهارده اجراءات تصدير الدواء صعبه مش سهله، والتنافس فيها في افريقيا وفي الشرق الاوسط صعبه، انما المكمل الغذائي احنا لاول مره ننافس الدول الصين والهند وتركيا والأردن في أفريقيا، مصر بجودة من مكملات الغذائية بعد إنشاء هيئة سلامة الغذاء. ليه في سهولة في الإجراءات أكتر في المكملات عن الأدوية؟ يعني فين الاختلاف ما بين النقطتين؟ الاختلاف في مفهوم هيئة سلامة الغذاء لما تم تأسيسها على فكر إن أنا برة بيتعاملوا ازاي. يعني انت النهارده اجراءات اللوجستيه بتاعه التسجيل في هيئه سلامه الغذاء، انت النهارده متطوره اكتر عن هيئه الدواء. كل القصه ايه؟ انت بتشتغلي عن طريق الايميلات وكده وبتاع، انت ما بتروحيش لما بتيجي تسلمي الاوراق الاصول بتاع كزياره، بس في هيئه الدواء في كل خطوه بتعمليها منذ انشاء هيئه الدواء لما كانت تبع وزاره الصحه وما زالت بنفس القصه، كل خطوه لازم يتاكد ويتحرى ويعمل القصه. بس هيئه سلامه الغذاء بتاع حاجه تانية، هيئه الدواء عندها خطوه هامه اللي هي خطوه التسعير. ودي بتاخد سنين عقبال ما تسعري. هيئه سلامه الغذاء ما عندهاش التسعير، فبتوفر وقت. متشال من عليه. هيئه الدواء بتتطلب اجراءات ما قبل التسجيل، اجراءات كتيره عشان تسجلي ما قبل التسجيل. هيئه سلامه الغذاء بتقول لك انا هاخد منك الاجراءات والتحاليل والدراسات كده ما بعد الانتاج. انتجي ونشوف الدراسات والابحاث بتاعتنا. فده الاختلاف في الفكر.
خلاص. لو هن هيئة الدواء بدأت تبسط في الإجراءات شوية هتلاقي الأمور بقت أسهل بكتير يعني. إذن متوقع أن احنا صادراتنا تزيد مبدئيا من المكملات الغذائية خلال الفترة اللي جاية؟ بالتأكيد، بس في حالة لو أنه، لأنه اللي من دول في شوية إيه يعني معوقات، لا يعني هيئة الدواء بتقول احنا ممكن نعمل نسجل، هيئة سلامة الغذاء بتقول لا الملف معانا وكده، القانون مع هيئة سلامة الغذاء ده قانون خلاص، وعشان نغيره لازم نرجع لمجلس النواب. انما الملف لو المكملات الغذائية راحت هيئة الدواء مش هنصدر. ليه هيئة الدواء بتسعى ان هي تاخد المكملات الغذائية على الرغم ان هو حمل متشال من عليها يعني؟ بص هو حمل مظبوط والتخصص افضل، ولكن هي شايفة ان هو برضو ملف في بعض في حاجات، حاجة اسمها تشابك يعني. مثلا منتج بتلاقي مثلا 28 دولة في اوروبا، خمس دول تقول لك ده عبارة عن دواء عشبي، وبقية الدول بتقول لك مكمل غذائي، فهيئة الدواء تقول لك اهو ما هو دواء عشبي اهو، فالتاني يقول لك طب ما مكمل اهو. يعني في اختلاف حول بعض الاصناف. ايه بقى اللي احنا لو نفصلها خلاص، اللي واضح هيربل يروح هيربل اللي هو دواء عشبي، اللي واضح اللي هو مكمل، الحاجات اللي بينهم بيقعدوا مع بعض بيشوفوا ايه ويفصلوا بحيث ان الدنيا ايه تمشي بهدوء يعني. طيب خلينا نتكلم على بعض الأدوية يا دكتور، ويمكن في ناس بالنسبة لها الفيتامينز بقى ليها أشكال كتيرة قوي، يعني آخرهم الجلي اللي بيبقى محطوط في علبة دواء، وناس بتقول ده عادي أخده بشكل طبيعي ما فيهوش أي سكريات ما فيهوش أي حاجة، ده عبارة عن فيتامينات. حضرتك أكد لينا صحة المعلومة ده، هل يعتبر كفيتامين ولا ده مكمل غذائي ولا الشيء ده عبارة عن إيه؟ الجلي؟ بصي حضرتك ده مكمل غذائي خلاص، ممكن يبقى داخل في تركيبته بعض الفيتامينز وكده، فهو مكمل غذائي في الاخر يعني. يعني شيء امن يعني. شيء امن بس اي حاجه في الدنيا حضرتك بتاخديها بجرعات يعني بتقنين يعني مقننه، مش عشوائي، مش ان انا كل شويه قاعد باخد، لان ده مش صح يعني، واخد بالك؟ اخد الحاجه بقدر على حسب الكميه يعني اللي انا محتاجه اخد. هي ثقافة كمان التعامل يا دكتور مع الأدوية عندنا في مصر محتاجة يعني تغيير فيها بشكل كبير. يمكن دايما بنأكد على فكرة الروشتة والدكتور هو اللي يكون واصف هذا الدواء، لكن مؤخرا بدأ يظهر لنا كده إعلان على السوشيال ميديا، موقع التواصل الاجتماعي، من هيئة الدواء تحذير ما تكسرش القرص بتاع الدواء، ما ينفعش تعمل الحاجة زي كده غير لما ترجع للدكتور، أو يعني ما تاخدش الخطوة دي من دماغك. إيه قصة بقى قرص الدواء؟ ليه ما ينفعش أكسره؟ ما أنا عادي طول الوقت كنت متعود بعمل كده. بص يا ستي، أول حاجة يعني أنا سعيد بالكلمة اللي أنت قلتيها، ثقافة، ثقافة مجتمع. مشاكلنا في مصر ثقافة مجتمع في تعامل مع الدواء خلاص. الدواء يا جماعة ده مواد كيميائية، ما ينفعش ان انا اخش اخد دواء من ناصر، حتى المسكن ما ينفعش انا اروح اخده كده، لانه مسكن كتر استخدامه انا بشوف نماذج في الصيدليه الاقي واحد ماشي على قرص مسكن بقالك ايه؟ بقالي 10 سنين ماشي عليه. طب انت عارفه المسكن ده ممكن يعمل ايه؟ يعمل فشل كلوي. رقم واحد من الحاجات المسببه للفشل الكلوي مسكنات خلاص، بتبوظ الكلى، وبالتالي لازم تتاخد في توقيتاتها. في عندك ألم، في عندك صداع، روح لدكتور يقول لك سببه إيه عشان نقلل استخدام المسكنات. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندنا في هيئة الدواء أنا قرص بسجله في هيئة الدواء على حسب الدواء المرجعي، يعني في بلده اللي اخترعته خلاص هي بتتعامل معاه إزاي. هو الدواء ده سكورد، يعني سكورد مقسوم نصين، الشركه اللي بره عاملاه نصين خلاص. الشركه اللي بره لما بتعمل له نصين بتعمل ايه؟ بتكسر النصين، يبقى في خط فاصل كده، خط فاصل عاملاه ليه؟ خط فاصل عشان تكسره. طب وما تكسره، هل الجزء اللي هو معرض ده ستيبل يعني ثابت وهيبقى الدواء فعال وبتاع؟ بتعمل عليه دراسات، فاذا اثبت ان لو كسرته وانه فعال وكده يبقى اذا انا اخد نص قرص الصبح نص قرص بالليل مفيش مشكله عندي. ليه؟ لانه القرص المرجعي قال كده والدراسات قال كده، عشان كده احنا بنقول ايه؟ في مرجعيه للكلام اللي احنا بنقوله خلاص. فانت هنا
بالنسبة لموضوع على حسب، لو انه الطبيب قال نص قرص يبقى نص قرص، ربع قرص ربع قرص، قرص كامل يبقى قرص كامل، على حسب القصة. وما فيش حاجة اسمها ما تكسرش الدواء اصله غلط، ده ليه مرجعية، والكلام ده هتلاقيه موجود جوه النشرة، والنشرة دي بتبقى معتمدة من هيئة الدواء وليها مرجعية، المنتج المرجعي اللي هو اخترع الدواء نفسه، الكلمة اللي هو كاتبها انا كاتبها عندي في دوايا المصري هنا، تمام؟ بس يعني القرص اللي هو معمول فيه العلامة ان هو ممكن يتقسم، ممكن بناء على وصف الطبيب اقدر اخده كامل او اقسمه على اليوم لو الطبيب قال. لو الطبيب قال، لكن هو لو اتقسم او انا قرص بقى مش متقسم خالص قرص مش وقسمته، بس قرص مش متقسم خالص ده لو الدكتور ما قالش يتقسم ما نقسموش. انا بقسم قرص ليه؟ ما انت هنا عندك ادويه ضغط ولا ادويه سكر ولا ادويه القصه دي كلها. لو انا اخد قرص كامل يبقى ليه هاخد قرص كامل؟ ما فيش حاجه اسمها اخد نص قرص وبتاع الا اذا ليه مرجعيه علميه والطبيب هو اللي يقدر يقول. انما احنا ما نقسمش الاقراص، وحتى لو هو سكورد، حتى لو هو يعني في علامه بالبتاع ما اقسموش الا اذا الطبيب قال اقسمه بس. لكن في ناس بتقول ان انا هقلل الجرعه النهارده فهقسمه من نفسي، مش هيجرى حاجه، ده انا بقلل مش بزود. لا، القصه مش لا اقلل ولا ازود، لو قللت غلط ولا زودت غلط. حضرتك هناخدها مثل بسيط في دواء الضغط. الضغط من الامراض اللي هي صامته، اللي لما بتكتشفيها او لما بليها مشاكل ممكن تعمل لك ذبحه صدريه، خلاص ممكن تعمل لك هو ايه الضغط ده؟ هي عباره عن العروق بتاعتنا دي بواسير ماشيه فيها الدم، فانت الاوعيه الدمويه بتاعت المخ رفيعه، فلو الضغط زاد فيها ممكن تنفجر، ولو انفجرت في حته في المخ هتبوظ، ممكن يعمل شلل نصفي. فانا لو قللت الجرعه، يعني انا دلوقتي بدي دواء الضغط عشان ايه؟ يقلل الضغط ده، وانا لو قللت الجرعه ممكن في التوقيت ده الضغط يزيد يعمل لي مشكله، فتقليل الجرعه غلط. ده كده مرض واحد احنا اتكلمنا عليه. فانا الجرعات دي محسوبه، واللي يقولها الطبيب هو اللي يقول، انما ما اخدش من دماغي. وفي ناس على فكره بتعمل كده، اقول لك رايح شويه من البتاع، لا احنا شفنا حالات شباب يعني نتيجة الفاميلي هيستوري بكده، تاريخ المرضي في العيلة يعني، فتلاقي عندهم ضغط وكده، برضو نفس القصة، دواء ضغط وبطل حصلت له كوارث. خد بال حضرتك، اوعى توقف اي دواء مرض مزمن الا لما الطبيب يقول لك. بس ايه تاني تعتبر من الثقافات الخاطئة المنتشرة عندنا يا دكتور في المجتمع حول استخدام الأدوية اللي بتعانوا منها بشكل كبير مع المواطن المصري يعني؟ بص حضرتك، أول حاجة احنا في التوقيت الحالي هتلاقي العالم، احنا كورونا مصر نجحت فيه بامتياز في مرحلة الدواء في توفيره بمخزون لا يقل عن 6 شهور لسنة، ومن ساعتها لحد النهاردة الاستراتيجية بتاعتها الدواء مع المصانع كده من 2020. من 2020 احنا يعني في انضباط في سوق الدواء، بحيث ان هو ايه، في زي ما تقولي ايه آليات منظمه لوجود الدواء في مصر ما يعملش. على اساس ايه في كورونا حصل؟ في كورونا كان عندك في بروتوكول بتاع وزاره الصحه. البروتوكول ده كان بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ماده فعاله باراستامولز. خلاص؟ هو باراستامول ده اسم منتج؟ في منتج اسمه كده، ولكن هي دي الماده الفعاله. الباراستامول ده كمليكيول او كمنتج، ده في منه 50 شركه. بدخل للصيدلي عندي كورونا، خلاص؟ فكان الصيدلي يديله ايه؟ اي باراستامول موجود بديل لي، ما عندكيش مشاكل. خلاص؟ فما عندكيش ازمه. انا هنا بيبقى في باراستامول شهير جدا مش موجود، خلاص؟ فدخلت سألت لا ما عنديش، فالصيدلي عنده حاجات تانية خدت، فكده عديت الأزمة. إنما لو أصريت على بتاعي على الدواء ده بالاسم التجاري ده، ودي الثقافات بقى، وده اللي أنا النهاردة في الأزمة الروسية الأوكرانية في سلاسل الإمداد فيها مشكلة.
الصين في التوقيت الحالي من فترة قريبة كان عندها كورونا وأزمة والقصة دي كلها وإغلاق. أنا بجيب من عندهم مواد خام، فأنا وارد أن أروح أقول له هات، ألاقي قافل عشان الكورونا خلاص فما لقيش. بس أنا كمصر عندي منتج الباراسيتامول موجود في كذا شركة، فأنا ما عنديش نقص. إنما أنا بقى ثقافتي كمواطن إن أنا ياخد ده يا بلاش. ما هو في الاخر ايه، ما هو في الاخر احنا لابد ان احنا نغير من ثقافتنا ويبقى في اتجاه للاسم العلمي الدكاتره الاطباء. وصف في الصيدلي كمان ان ما دام قال لي ده بديل لده اثق فيه. لا، وبعدين على فكره كل المنتجات نفس الكفاءه ونفس الفعاليه وبتتحلل وبتتراقب وزي الفل. الحاجه الاهم من ده والاطباء نفسهم كعمليه وطنيه وازع وطني النهارده، بما ان النهارده انا ما عنديش يعني بدائل كتير، بدي الاسم العلمي او بشوف البدائل المتاحه بحيث ان احنا نقدر نمشي المنظومه، لانه كتر المنتجات في السوق خلاص ما ده عبء على الدولار في البنك. فانا النهارده لما ارشد واظبط وثقافه البتاع. الحاجه الثانيه في الثقافه، تلاقي واحد داخل بيشن واحده داخله مريض بتشتري بتاع، بتقولي اديني الدواء الفلاني، فجبته لها وحطيته كده قدامها، قلت لها بصي اهو، عشان ما تقوليش ما عنديش، انا عايز اعرف بقى انت خدتي بيه. تقولي لا، اصل واحده صاحبتي استخدمته وعمل كده 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 كده. اقول لها حضرتك الحاله دي بتاعتك دي مش محتاجه الكلام ده خلاص. لو انت هتتكلفي 100 جنيه ده يا ستي ب 10 جنيه هيصلح القصه دي. ثقافه ثالثه، واحد داخل خلاص انا عايز مضاد الحيوي اكس اكس ده خلاص ب 100 جنيه. كارثه المضادات الحيوي. ايه بقى انت اهو قدامك اهو اللي انت طالبه، انت عايزه ليه؟ قال لي اصل انا السنه اللي فاتت جالي دور جامد قوي وخدت مضاد حيوي وخفيت، فانا بقى السنه دي بقى اول ما داخل قلت الحق نفسي. حضرتك مش محتاجه الكلام ده، مفروض ان انت لو في مضاد حيوي ارجع للطبيب. انت عايز تدفع 100 جنيه ادفع يا عم، انا هكسب. يعني حتى لو الدواء ده كان ليه تاثير عليا في نفس الحاله ما جيبهوش تاني غير برضو بإرشاد الطبيب. طبعا ان احنا ثقافات ان انا اخش اخد انتيبيوتيك، في ناس بتعتقد ان هي لو ما خدتش انتيبيوتيك لا انت الأسف. النهارده مصر في استخدام الانتيبيوتيك لا عندنا مشكله، احنا من الدول اللي فيها يعني ريد زون في المضادات الحيويه استخدامها، منطقه خطر يعني. لا مش منطقه خطر حضرتك، النهارده في حالات في مستشفيات لا تستجيب لاي مضاد حيوي، فمشكله مشكله حقيقه. موضوع المضادات الحيويه ده يا دكتور محتاج حلقه لوحده. انا بشكرك جدا على يعني كل التوصيات المهمه اللي حضرتك قلتها لنا، وبنحاول نغير الثقافه اكيد مع الوقت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه باتحاد الغرف التجاريه، شرفتنا ونورتنا. شكرا دكتور. مشاهدينا يعني نتمنى ان احنا الوعي ينتشر، ده الهدف الاساسي من فقراتنا وحواراتنا، ان احنا تفكيرنا يختلف ويزيد وعينا بمختلف الملفات ونهتم بصحتنا بشكل يعني كبير جدا. بشكركم على متابعتكم لينا لحلقه النهارده، بكره لقاء جديد الساعه 9 مساء وتصبحوا على الف خير.